فاطمة الزهراء. نعم. عندي لك واحد الموضوع. بغيتك تفرحي وتضحكي واليوم تقدك فرحة. شنو هو هذا الموضوع بعدا؟ عندي ولا لا تشوفش لي على راسك تشوفش شي حاجة. اش قلتي؟ لا عاود ما كنتش مركز. عاودها من الاول ماشي مشكل. ان شاء الله غنمشي نخطب. ما تبقايش باير. فيقي من تخطبني لا بغيتي غنقولها نقولها خلينا نقولها وزقي زقي زقي تندير باقي ما درنا في الطاجين ما يتشحل عندك اش كذوب عليا غنتزوج انا وياك غنتزوج وغنركب في العنبه اليوم مرهبيله واش هو غنتزوج 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 عندك تقول بلا شي حاجه ياك غنتزوج انا وياك انت غتجي انت غتجي ما بقيتش جاي كيفاش ما بقيتيش جاي؟ شوف غنقول لك جوج كلمات غتجي ولا ما غتجي؟ 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 صافي غنجي غتجي؟ لا غنجيك فرحانة فرحانة هاني واش أنا جايب لك هذا الموضوع كامل؟ شتي أنا كنموت عليك شتي أنا كنحماق عليك شتي أنا ما عرفتش شنو نقول لك أنا كون قلت لك نتفارقوا كون خليتي ضاربوا يا زيدي سيدي في الحمام بحال خروج كيفاش نتفارقوا؟ شو سيفتك كيتقلبات سبحانك يا يلا كنضحكوا ويا الدور 360 درجة غنتزوج غنتزوج أنا مشينا على من الدار باش يلاه نوجدوا سلامة خالد سلامة ويلادي مالها 19 وا فاطمة الزهراء كنا غنمشيو نشربوا قهوة أجي واش هاد الغبرة بنيتي؟ وناري ماما ديما أنا عندك راتي كتجيب لك الله أنا غبرت سيمانة سيمانة كتكوني عدي ايوا واش بغيتي من السيمانه للسيمانه تقدي خواتك كي ديال مول الدار واجمعي كلشي وقولي الحمد لله الدار وسولو كي ديال مول الدار قولي يلا كنتي البارح بريهيشه ملي كي دير عدو السكون والناس كلشي بخير كلشي بخير الحمد لله تعافي على السي كاينه برا راه التليفون باش كنجيبو اخبار ايوا واش غديري بنتي التليفون راه ولا مقرب البعيد وداكشي اللي كاين ديما كيدوي مع مروان صراحه في الفيديو انا ديك نشرت لينا شي تويشيات واعين خطيرين دخل هاد العام الصيف في الصيف قالت لينا نشوف قالت لك على حساب الطياره غاليه يا بنت كلشي باغي يجي هاد العام وقالت لك باغي يجي دخلوا والطياره كعارفه عندهم غاليه بزاف قالت لي تنشوف لكن داكشي اللي شرات لينا ديال الفرع صراحه ما جيبها لا صافي لا هو ما ناويش تبات معايا اليوم ثاني هو اليوم ما بات كتفلي عليا ما نقدرش مروان ما يخلينيش علاش اختي امك فين بيتي بيتي في الدار بيتي عند امك واما انت عارفه مروان خاصك تجي توجدي لي الدوش كاسكروط العشاء ما غدا ما يفيقش الصباح لما فيقتوش انا ما يمشيش الخدمه ما نقدرش دابا حنا ما عندنا دوش ما عندنا غدا ما عندنا جيعانين ما عرفتش يجي معاك هنا انت سمعي ديك النهار هكا كنضحك معاك قلت لها انت شو دير السبت ما خدامش غنمشيو نهار الجمعه في الليل نلقى ماما دايره الكسكسو داكشي في الليل نخليه لحقنا نتعشى معاه نضحكوا معاه والسبت نخرجوا ماما نضحكوا هادي قال لك لا قال لك بغينا نخرجوا نمشيو عندها النهار بنهار ونمشي اما باش نبات من باتش قال لك ما يقدرش يبات عند شي حد من غير دارو قلتي لي علمتي بحال هكا القاعده الخير قلتي لي دصرتي وعلمتي بحال هكا انا والله ما عجبتني القاعده قال لك نونو كحل عيون ما نمشيش انت كنتي مخبيه السبتات وعاد رسو رجالتكم نسيتو مواتكم ها حيا انا انا لا انا حرام عليك البنات راه فاردين عليهم كل سبت يجي باتو دوزو مع امهم ما نقدرش قدريش نوض ندعي ماما طلايبه اش بغيتي عرفتي دوز جايه ماشي على قبل ديك الزينه وداك البراد باش شفتهم لي نوضي غير امك نوضي نوضي معايا الكوزي على عمر الكاسي نوضي داكشي اللي جابك والله ما لقيتيني حايره انا قريبا ان شاء الله نمشي لدار راجلي والله ما عرفت كيفاش غادي نعيش مع ديك موخ شو كيفاش غتكون الاجواء ما فياش اللي نبدا بالمشاكل من نهار الاول واتصان طلي وحلي ودنيك غدير كما كيديروا بنات الناس المقوطات الحادقات الحارات غادي تمشي تهزي الراس بالفور والشيفور وديما تبانين انتي الواعرة عليهم ويموت المش نهار الاول نتغدى بهم قبل ما يتعشاو بيا انت فهمتيني الا كنتي بنت لطيفه راه غتمشي على الخطه اللي غادي نقول لك ورا بصح قد ما وريتهم العين الحمراء غيتقادوا معايا اما الشيء دخلتي سهتان وحاضره الراس هكا غيدوك تحت الصباط غيركبوا عليا ويدلوا رجليهم من الفوق ايوا انا وصيتك هكا خصك ديري عطاتك كلمه عطيها جوج بغات تامرك امريها لا عنده خواتات وياك عنده وحده حقه قلتي لي عنده وحده ديك الوحده مزوجه مزوجه العافيه توصلك حتى للدار نهار تجيبيني ليها الوجه الاخر ديالك ياك ايوا شنو مش متبقاش تقدر تنفنف معايا جي تصافق لك هي امها والله ما كذبتي نوريهم العين الحمراء من نهار الاول باش هكا يعطوني اتساع ويعرفوني اش كنسوى ايوا هكا كنبغيك الحبيبه ديالي نضحك عليا ونجي لك الكبيده ديالي الله يحفظك ليا ما عرفتش كي غندير بلاك والله انا معاك ديما ديما ولكن شوفي التليفون جي عندك ديما تخلينيش بوحدي وبيني لهم ديما امك راه معاك امي 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 توحشت امي تجي عندي امي تمشي امي حيت لو ولفتي لهم من الاول ثاني غير بوحدك يفرزوك
ولا اختي انت ديما معايا وهي هي الاولى امي امك بدون ابوك اختك عليا الله يعطيك الكبيده ديالي صافي ما درتيش حاجه بات انت فرحي ونشطي قريب نهارك فرحان شنو والله فرحان وما كدني فرحان الحمد لله وخلي نوض نقاد شي وجهي ماسكات ونمشي باش سيري سيري الله يسعدك انت سيري الله يتويكم الخير غير هي بيني لهم العين الحمراء من النهار الاول والله يشاء الله خرج من الله صالح دابا احياني على قول لي كنتي مع صحيبتك والله يهديك امانه والله يهديك باش هذه هضره تقال قول عبد الله مشطار راجل بغيتي على لا تدوزي ابي الفيديو دوزي ابي الفيديو والله ما عندي المشكل اه شاده فيك حبيبه والله الا شاده فيك بصحه لاصال الله يعطيك الصحه الزين ديالي امضره قولي شنو نجيب لك معايا ما تجيب والو جيب معاك غير السطروط الحليب والخبز هذا الصداع حنا في الجرده مع هذا السمن الجرده راه الصداع ايوا ولف على الوليدات بين ما ولدناهم واخا ان شاء الله صافي انا نجيب لك شنو خاصك معايا صافي صافي وجيب شي حاجه ديال السقاطه نشدو بها السنون في الليل هذيك راه ضروري يا الحبيبه يلاه حبيبه الله يعاونك يلاه بالسلامه وليده مي والله هشام طفيل لا 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 عيسى غير دير امي ها ها علاش ني التليفون باش تونسي لي باش ما تجي تصمكي علينا حنا ها يا انا نصمت واحد القصه حتى معك قصه راه انا احسن قصه ما فريك نبدا ولا تبداي نبدا حتى انت اللي جاي باغي تهضر معايا كنصمت واحد القصه ديال واحد الناس واخا لالا دابا امي عندي ما نخبي ان شاء الله بغيت نتزوج والله يسهل عليك وليدي انتي يا كما كتعرفي راك انا عارف ديك بنت الناس وما بانش لي احسن منا في هاد الساعه وليدي انا ما زيدت على الخير انا في الزواج ما ندخل فيك اللي شفتيها وانت غتكون عارفه غتحمل مسؤوليتها داكشي اللي كاين امي انا ما تسالني غنوقف معاك وندعي معاك امي فاطمه زهره بنت الناس الله يعمرها سلعه وما تشوفش منها حتى شي حاجه ديال العيب ايوا انت تعرف وليدي واللي قال لك اللي كتعرفو احسن من ما كتعرفوش داكشي اللي كاين توكلوا على الله وما عرفنا فين غنلقاو داكشي اللي كاين توكل على الله وطلب من الله الله يسخر لك ياك بعدا انت هي معايا فهادي انا وليدي كيما قلت لك انا معاك انا ما نفرض عليك حتى حاجه ما نقول لك لا لا ما نخسر لك ما نزين لك انت اللي عارفه شنو كاين وناري كاينين والدين كيشنقوا في ولادهم الا غتاخذ هذيك هادشي ماشي بحال لا وليدي ما خلقوش شويه ديال الصداع والمشاكل ومالك اخويا حنا مسالين تغاوتوا انا وياك ونتغاوتوا على هادشي دابا تجيبها وتولي ليا الولاد ولي نتغاوتوا نضرب لك الواد ديالي قال لي يا امي ديي على ولادي ولادك صدعوني دابا عطى الله فين تغاوتوا باغي عاد تفاو دابا جاي داكشي ان شاء الله جاي تسالا جاي في الطريق هيدا وليدة انا مشيت سير وليدي الله يسهل امرك امين يبارك خير الله ياتي بها صمتوا قصتنا ماما حطيتك التليفون بغيت نتشاور معاك شي حاجه شوفي شوفي واحد التكشيط وهاد النقافه واعره داكشي عندها واعر تبارك الله هي اللي غنجيبو معاك حطي داك التليفون وسمعي ليا بغيت نتشاور معاك فشي حاجه اقترحها عليا خالد انا بيني وبينك عجباتني ولكن كنت نتشاور معاك شي حاجه زوينه بعدا حتى راه تعجبني لك هاد الحاجه زوينه المهم راه العرس ما بقاش شنو هو كيفاش العرس ما بقاش ما بقاش العرس عاودي شرحي ليا مزيان ما فهمتش باغا تقولي ما غاديش نديرو العرس علاش مالك بنتي بايره ولا مطلقه ولا ميت لك الراجل علاش ما غاديريش العرس شنو السبب اقترح عليا خالد واحد الاقتراح سمحي ليا قولي لي فلوس العرس علاش ما نشريهمش لك انا ذهب ونمشيو نضربو بهم شي تسافيره ومخبختها مع راسها مزيان اميمتي احنا غنديروا العرس وغيجي بنادم ياكل ويشرب وغيمشي في حالته ويقدر ما يقولهاش فيك حتى زوينه وصافي مرضنا ما عنده بس بحال ما كاين والو مش بحال دوك الفليسات درتهم ذهب تحت مني دوار الزمان الدنيا وزمان ما كتعرفيش الوقت اش كتجيب وغادي نضربها في التسافيره للبلاصه اللي بغيت ايوا اختي علاش ندير نغيرك خفيفه هكا وصافي راك يا بنيتي راك انا فرحه وحده في العمر كيفاش انت غتمشي هكاك هابي بيبي بلا تخربيق اللي كتقولي لي اش غيقولوا عليك الناس يقولوا كاين اينا اينا واخواتي غادي يقولوا علاش ما درتيش العرس وما كيهمنيش انا عباد الله يقولوا اينا يقولوا ما عرفتش اشنو بغاو يقولوا ويقولوا انا المهم مصلحتي وانا اختي غيشري لي الذهب وانا اختي فينا نبقى بحال هذا يشري لي الذهب ويضرب بيا احسن سفيره علاش بالعرس باش من مغير غنديروا باش ما عطى الله لا لا ملي غيشري لك الذهب خذي معك التوالي نخزنوا لك انا مهمتك
خليش عندهم في الدار غدا بعد غادي لك فاطمه ساره هذيك البراسلي خاصنا شي حاجه نخسر نمشي نصرفو من بعد غادي نعاود ناخذ لك واحد اخر ندي سلكهم لك كيديروها بنيتي انا القرصه فيا انا على الخلا علاش انا بنتك وغيشري لي الدب غنجيبو نخليه في دارنا ما يخرجش من دارنا صافي المناسبات وحبسي ايوا صافي حيت غنرد عليه قال لي تشاوري مع امك وقولي لي قادي فيها الدم عندي ما نقول واخا كي غنديرو نهار خفيف وصافي امي غنديرو نهار خفيف المشكل هذا كما دام القضيه فيها الذهب الذهب تاع الورا كيوزن احسن من العرس الناس ياكلوا ما يقولها فيك حتى زينه ايوا السي مروان غبورات هادي نهار كبير هادي ملي جيتي عندي وما كاين اللي غبرني قد ديك البنت عندك كذب على من بلاصه لبلاصه من قنت لقنت كاع ما كنريحو في الدار نسيت وانا تجي طلع عليا كي الغراب ما تجي عندي ما والو تقول لي ما سالياش مروان ما خلانيش كي خاصني ندير لي وخصي يدوش حصلتو دابا توا هاتي خرجنا غير هاد السيمانه قلت لك كلشي من الدار قلت لك كلشي مني ماما ما مني هاتي انا نقول لها عاقت بيا وليدي كنقول لها يلا نشوف امك كتقولي صافي ماما نبقى نشوفها كل مره يلا نمشيو للماكدو يلا نمشيو للبار يلا نمشيو ناخذ شي حويجات حصلتي حصلتي تفلا واش نقول لك والله الا الكون ديالي خويا بسبابه عارفه ناخذوا هادي من وين نشريو هادي وباش تكسر عمر يا خويا بسي بقيت لمنشكي واش غدير ايوا ولكن الحمد لله شوفي ربيتي وعرفتي شنو ربيتي داكشي اللي كاين كنت الناس كتاخذ فلوس ومصوابه وكتخوي ليا الكون هادشي ما نقولش عليها لا تما ونقنع لك بالله الحاجه اللي تمشي في الدار خلا لا واش لينا الثلاجه الكرش وشرينا كونجيلاتور شرينا داكشي واعر الكرش شاهي هي اللي قالت لها عارفه انا ندير الريجيم واخا مروه هاد السيمانه اللي ما سابقاها فين مشات لوحه والله يخليكم بعضياتكم اوليدي الله يتساويكم من الخير وخليكم بعضياتكم كنضحك معاك دابا غنمشيو للدار غدير لي حاله تلقاك شي بيا مع ماما قلت لي ماشي باش كلشي نسكدو حياني عليك حياني عليك مغرزة العينين علاش غنديرو دابا يا تقدي بها غنشوف واش وقيته ونخرجوا معنا ماما حتى هي تاكل شي حاجه في الصاله كيكذب عليك كيكذب النهار خرجتو عاد نتوما بحال اللي خرجت انا كيكذب علاش كنكذب وعيري هو علاش كدوري عندي انا حيت هو نسيبك واخواتي هو عليا بالاحترام بالاحترام تنكون انا وتعطيها ليا الله تنوصل على عيراتك لا ما نعيروش كنعيرو ديك النهار عاد قلتي لي راجلك ما يسوى ما يطلع انت ديك النهار تيق بها وليدي تيق والله لا تيقتك صافي والله تيقتك عارفه نجيب لكم الغدا يلا سير اجي مروان اجي مروان اجي لهنا والله لا بقات فكش نمشيو للدار وغتصنطلي بلا ما تقلقي والله حبيبه ديالي ما درت شي حاجه وانت عارفه اني غندير شي حاجه ما غاديش نعيط لك انايا راه والو والو جاو ضربوا الصداق صافي جوج كلمات وكاي بيناتهم دارنا داكشي خفيف ومشات لدارها ولكن شوفي والله ما نساك في الاسبوع نهار يكون الاسبوع انت اللي ولو غنديروا عرس نيت وراش غنقول لك هذاك راه شغلهم هما مع الديمان ديال داكشي اللي بغات هي راه دارته هي وياه شي حق انا نساك انت ويلي ما تقدرش تقلقي ويلي حرام عليك وي وي عارفه باغا تفرحي معانا حتى انتيا صافي نعوض لك الحبيبه ديالي نعوض عليك صافي يلا صافي مابقاش مقلقه عليا انا عرفتك ملي معيطت ليا ما سولتي قلت شي حاجه تمايا وي وي متعافقه معك متعافقه معك فاطمه زهراء بحال بنتك يا لحبة ديالي صافي صافات القلوب ايوا الحمد لله صافي ان شاء الله تولي شويه على المهم تسرحوا شويه من العرس وداك الشيء وغادي واخا ما كان العرس لا والو مشاو دوزوا شهر العسل وهناونا ونديك عندها وتباركي ليها يا لحبة ديالي يا الله بسلامك ويدي ديالي يا الله بسلام ايوا هذا مشكل درتي ليا فاطمه الزهراء ولكن ملي كنتفكر الدب اللي عطيتيني صافي كنبرد كويدة ديالي صاحبي واش كتعجبيني هنايا مريحة كتفرج هاد الشيبس ديالك كنعاودك واحد النكته زوين عاود تخليني نعاود
يلا عاود مابقاش عطيني هنا لوقاش عطيني غنتسخر ديرها وحيده وحيده اوكي يلا قول قول اش خرجتي باش نسمعوا النكته مزيان بغيت تسلم عليكم على ودن ها ودني ايوا واش غنقول لك ملي مشات عليا فاطمه الزهراء والدار خواتي عليا واشنو علاش عولتي يا لطيفه دار الناس ديما خاليه والله العظيمه كيف هذا هو داكشي البنت على عضيفه تجلسات عيا تمشي لدار راجلها باقي ما نزلوش انا قلت زعما غنلقاهم وصلوا باقي اختي كاع ما نزلوا حنا كنتسناو ما المطار وداكشي ديال هذا راه كيكون شويه معقد راهي من هنا راهي من هنا راهي من هنا داك الباجاج راهي هنا عبر دير الحمد لله اللي غيجيو بخير وعلى خير الحمد لله داكشي اللي بغينا الله يساوينا بالخير ايوا واش غادي ندير انا توحشتهم ايوا واش غندير كلشي انا خالد راه كندير ليا الطياره في الدار لما كنشوفو بحال اللي جالسين عاد دايرين هكو ومكتئبين وشتي انا فاطمه الزهراء دخل عليا تبوسني وتخرج تبوسني ونضحكوا ونلعبوا انا ويا دير انا ويا بحال خواتات ماشي اموا ايوا وليداتنا اش غادي نديروا الله يصلحهم لينا امين هذه هي سنه الحياه ما غاديش نديروا داكشي اللي كاين اختي داكشي اللي كاين وجدتي بعدا شي حاجه راه وجدت الغدا وجدت لهم كلشي حتى ما جبتها القفره دخلتها مع الباب ما شتي حطيتها الكاب تما شتها حتى انا جبت لك شي شتي شي طايب ناضي وماشي معذبه راسك راه حنا نفرحوا بهم معاكم راه وليداتنا بجوج ورا حتى الغدا عاد نديروا لهم دابا عاد غدانا غدانا غدا عاد الناس ملي غادي يجيو داك الشيء عاد صح يتسرحوا واش بغيتي غدا نقول لهم قال نقول لهم جاو دابا خلينا تيتسرحوا على خاطرهم ايوا ديروا بالسبع ايام ايوا صافي كسان ديروا السبع ديال السبع ديال كاين ان شاء الله باذن الله كاين يلا نوضي نشوفوا داكشي شنو كاين شنو خاصنا ونعيط ميت في التليفون نشوفوا فين وصلوا صافي يلا واخيرا جينا لدارنا الحمد لله واو جينا لدارنا بين بنت الله ما كنت بغيت نسافر بقات على طول انا راه فاطمه صار بيني وبين داك الجو راه ما كاينش بحال ياك بعدا وحنا راجعين ربعة الحيوط واش بغيتينا نبقاو تما راه اكثر من 20 يوم وي راه باينه كاينه نرجع نشوفنا شويه نرجع نشوف بين وبين تزيدو شي يومين صافي دخلنا اللي عطاها شي يومين واخا انا ما ماريز وتين هبطنا نحنا كاع راه خليته غيطلع لي خالتي الله يغرق لك الشقف وانا غن مالك كي داير وبلاش الو مهمتي الو بنيتي كي دايره لاباس عليك عاودي لي عاودي لي انا راه عيطت لك باش نجيبها التبرقيق واش غادي نعاودك ابنيتي انت عارفه انا راهي ما عنديش مع شي تعاون اه ماما قولي لي العروسه اختي والعريس اش جابوا لك من شهر العسل شنو الكادو اللي جابوا لك بنيتي ما كذبش عليك ما جابوا لي حتى حاجه واش انا غنبقى نتسنى ما جابوا لي اويلي ماما دخلنا عليك بالله ما جابوش لك حتى فانيله ايوا ما عرفت اختي انا كنعرف الصواب العروسه تجيب لك ضروري شي حاجه حتى هي بنتي دابا خلاص كلشي عندي كلشي كيتباع هنا اللي بغيتها نخرج نشريها حتى هي ماما مو سليمه واش بغيتي بنتي ندير انت عند معاها هي باقي الله عروسه نتقاد معاها نقول لها ما كاينش جبتيش ليا ما كاين لا كذا عليها صافي ايوا صافي حبيبتي الله ييسر يلا ما ديري في بالك والو يلا باي باي يلا بسلامة مهمتي بسلامة بنيتي هاودي هاودي ماما انا عارفاها كانت دايره بالها غا ما بغاش تبين لي مسكينه صباح الخير صباح النور بنيتي كي صبحتي الحمد لله حتي مرتاحه شويه شويه الحمد لله بنيتي خليتونيش كاع نعس من الصباح وانتوما تقرقبوا في الكوزينه مالك يا خالتي على الصباح وجيت بنيتي على الفطور وقاديت وداكشي علاش فين هو هذا الفطور ها هو بنيتي راه تعطلتي ما نطيش ما بغيتش نفيقك راه وسخني ديري البرادي سخون لا القهوه اللي بغيتي وحطيه راه كلشي موجود بنيتي راه باقي فوق البوطه انا نوض نوجد الفطور انا نوض نحطه فوق الطبله علاش انا اختي خدامه عندكم ولا شنو جايبني خالد خدامه اخرياني اه حاشا بنيتي شكون اللي قال لك هاد الهضره بحال هكا احنا كنا جالسين فطرنا ملي ما تعطلتي ما غاديش يبقى محطوط فوق الطابله جمعتو ما فطرتو بعدا ومخلي لي شياطكم ناكلها انا ويلي بنيتي حاشا لا شياطنا انا ملي شفتي ما بغاش نبرزتك لا لا باينين الدار الكبيره فطرتو مخلي لي انا الشيطان ناكلو والله ما ناكلو وجدوا لي فطور اخر
ماشي مشكله بنيتي، نوجد لك فطور اخر. هي الاولى فايقانيت فيا الجوع. واخا بنيتي ما قلتي عيب، نوجدو لك بنيتي ما تقلقيش الله يرضي عليك. حيد عليا يدك هاد العقروشه هادي، بغيتي وقع ديروني النهار الاول باغي ديروني تحت الصباط، ولكن الله لا كانت ليكم ها بلاتي انا معاكم في الحروبات. يلا غنبداو نقولوا بسم الله. ويلي هادي مالها؟ هادي فاطمه الزهراء. بنيتي اش درت ليها انايا؟ دارت عاملتني بحال هكا والعقروشه. لا بنيتي انا ما قلت على هذا الشيء، انا عمره درويشه. وين اش نقول لولدي؟ يلاه تزوج نخسر لي زواجه. لما نعاودها ولا من غنقولها ونحوز اموري الله تنشوف شنو كاين، ربما تكون عم مبرسطه مع راجل ولا شي حاجه. نوض اختي نوجد لها فطور، اش غندير؟ ايوا على سلامتكم اولدي. الله يسلمك اخاتي، كلشي بخير بعدا؟ الحمد لله ولدي كلشي بخير الحمد لله. كبيره مع هاد الصهر قتلنا الصلاه، سكت اخلع على بزاف وحق يجي الله. البرد يضرنا، يجي الصاد يضرنا، حنا ضعاف. هذاك الشيء اللي كاين ليلى، يلاه الله يشعرك شوف داير حاجه. كي داير فاطمه الزهراء؟ والله الا كلشي بخير، الله يحفظك. احنا الحمد لله الوالده، والله الا كلشي بخير الحمد لله. هذا الكادو ديالك هذاك النهار ما عطيناك والو، ها هو يعطيك الخير وليدي. الله يعطيك الخير، الله يعطيك الخير ان شاء الله يعجبك. لا ويلي من عندك ما يعجبنيش، الله يحفظك ليا. ايوا سمحي لينا وصافي. الله يكبر بك كما كبرتي بيا وليدي. هاني الله يا ودي، خليش منك 10. زوين هذا الشيء مزيان، الحل خليتها نجلس معاك. خليتها نمشيو الكادو هذاك، ما تشوهينا، خليتها نمشيو حتى انا ما عجبكش بعدا قولي لداري. لا ويلي من يدك ما يعجبنيش. لا وليدي حاشا، بالعكس انت راك بحال بحال فاطمه الزهراء، الله يرضي عليك وليدي. الله يحفظك الحاجه وليدي، الله يفرشك بالرضا ويغطيك بالرضا. امين. والله يعطيك من تعطي. يا رب العالمين. يكبر بك كما ما نسيتينيش. راك اش غنقول لك، زادت معزتك على معزه. هانيه الحاجه الله يرواجي كيما جبتي الوالده. الحمد لله. تنتي خاصني نجيب لك. يكتبون بعدا بخير. الحمد لله. وهذا هو الفضل عندي، هذا هو الكادو اللي بغيت انايا. هذاك الشيء اللي كاين الحاجه. غير متاوين وفرحانين وعايشين بخير انت وبنتي. صافي. لا لا الحاجه شوفي من هذه الناحيه، فاطمه الزهراء بنت الناس الله يعمرها سلعه. الحمد لله ولدي الحمد لله. وكنتمنى ان شاء الله ما تشوف مني العيب، ما نشوف منا العيب. ان شاء الله حتى انت ولد الناس حتى الوالده الله يعمر ليها الدار، حتى انتم نقرا صافي. الحمد لله. والله لا يحاشمنا الحاجه. وانا نعمر لك شي كويسه. لا 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 علاش لا غنمشي والله يتمزرو، اسمحي لي. لا والله مره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. ودارنا هذه. صافي. سمحي لي وان شاء الله يفراس. خاص شي حاجه عيط عليا. الله يكبر بك ولدي. الله يكبر بك. يلاه سلام الحاجه. ونشنوض معاك. يلا زيد. يلا وليدي. مروان غتخدم معايا واحد الخديمه. مرحبا. شحال عطيني؟ صافي ما لبسالات. لا كاش عندك؟ راك عارف خالد جا من شهر العسل. اييه. وما تفكرش ماما بوال، وانا عارفه ماما دارت البال. دابا واش نفهم خالد اللي كان تما خصو يجيب لها ويدير لها الشان المرشان تما حنا راسك؟ والله صافي راه ماما ورث ماماك، راه شريت لها واحد الثوب واحد الباغفان نديهم لها. داك البارفان بعدا راه ديال شي 700 درهم. خلصتي انت؟ ما علينا لاله، هي انا غادي نوصل ماما كلشي. بيني وبينك نقول لك الصراحة. اشنا؟ والله حتى هذيك 700 درهم ديال البارفان و 250 ديال الشوب. ما تقوليش من تحت الماري. نص من تحت الماري ونص قرتو من جيبك من كنتي كتنعس. عارفك، حق ولادي كنا لقيت الفلوس ناقصين. بالعمى داك النهار، ماشي انا الايامات اللي قبل. واخا لالا ماشي مشكل. صافي حبيبه انت ديري هاد الامانه، انا مزوقه. واخا لالا انا غندير الامانه. وبركه ما تبقشيش. ما غنبقشش ما والو، غدا الحمد لله. انا غندير الامانه. اييه. ولكن تنتيا نجي نلقى موجود داكشي اللي كيعجبك. وصافي غتلقى كلشي غير ديها، وما تعطلش. قالت لك برك تغدى ما تبركش، حيت انا عارفه ماما ما كتحشمش وكتبقى توجد. ولا ماما كدير داكشي بنين، الا قدرت نجي راه غنجي، ما جيتش مشيني مش كامل. مروان بلا ما تغدى عند ماما. واخا لا لم يكن خاطرك. يلا حبيبي سير. معكم بيدا ديالي. يلا. يلا انا مشيت. ايوا امي مشي هي اللي عندي مفرحه، الا كانت مرت الولد ما كتفهمش كون انا بلاصتها. ما على قالت لك فطرت، ناقصين هاد الفطور. انا غنمشي نلبس حوايجي ونمشي نخرج نفطر على برا فشي قهوه من الاحسن. خالتي انا غنخرج. واخا بنيتي. بوحدك هنا؟ مش عندي. يا الله كلشي بخير؟ لاباس اولدي الحمد لله. امه؟ اللهم لك الحمد. مالك بالك بوحدك هنا؟
شنو غندير اوليدي والله ما انا مولفه بوحدي. كيفاش انا مولفه بوحدك وزعما زدنا لك الوناسه غتونسك؟ واش نقول لك اوليدي هذاك الدخول والخروج اوليدي راه ما عاجبنيش. كل مره بنادم خارج كل مره خارج كل مره خارج اوليدي قلوا شويه من هذاك الخروج والقهاوي راه هضره الناس خايبه اوليدي. وامي وامي ورانا جينا نديرو على هضره الناس راه مصيبه كحله راه بنادم راه داوي فيك داوي فيك درتيها زوينه ولا درتيها خايبه. يا وليدي شوف المجتمع عندنا راه ما كيرحمش. انت قلتي درتيها خايبه ولا درتيها زوينه؟ درتيها خايبه راه كتحسب عليك درتيها وليدي زوينه راه كتحسب عليك. اسمح ليا والوليده حنا اش درنا؟ قول لي شي حاجه خايبه اللي كنديروها. انا ما قلت لك والو انا ما بغيتكش تقلق مع مرتك ولا بغيتكم معاه شويه بنادم يقلل شويه وكل يوميا 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 غير بنادم كينتبه وليدي وكيشوف. انا هذيك الطريقه اللي اسمح ليا ما عرفتش والله ما عرفتش انسان كيكون مرتاح في حياته ما فهمتش انا شي حاجه ديال المشاكل كاين شي حاجه ديال المشاكل فهمتي؟ لا وليدي ما كاين حتى حاجه لا سمعتي شي حد قال لك شي حاجه؟ وليدي ما قال لي حتى ونتسنى تيقول لي بنادم انا زعما بغيت عاود نرجع لك عقلك قبل ما يقول لي بنادم. امي واش انا كندير شي حاجه ديال الغلط باش ترجع لي عقلي؟ لا وليدي لا صافي اسمح ليا. واش فاطمه الزهراء كدير لك شي حاجه الوالده؟ لا وليدي ما كدير لي حتى حاجه حاشا بغيت نهضر معاك انا بحال هكا وصافي ما كتشد ما كدير لي حتى حاجه وليدي. ايوا الوالده راه ما فهمتش منك حتى شي حاجه. المهم الا كنتي باغا تقول لي شي حاجه قوليها لي ديريكسيون مامي وخلينا لا وليدي صافي سير ما عندي ما نقول لك عاسير متاكده متاكده وليدي عاسير وفيها الجوع غنوض نشرب شي حاجه. سير وليدي تبدلتي جات مرة بدلات كلشي ماكش كديري حتى مع اختك اختك ملي كانت لا خرجت على الحانوت كطليها مسكينه شنو نقول لك وليدي الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي. مثال الغدا هذا راه جوج ديال ماما فقتي ما قلتي نعاون خالتي ما قلتي اختي نفاق وقت ما بغيت ونعس وقت ما بغيت وماشي شغلك فيا. الا انت عندك الغدا انا اختي عندي الفطور فطوري واجد بنيتي راه واجد الفطور دابا شو درتي لنا عاوتاني كالعاده القهوه وداكشي اللي كتبقاي تخربقي ديري شي حاجه مفيده انت ما فهمتش انا علاش فهاد الضاعه زايده ولودي بنيتي انت ديريها انا جوجت ولدي باش يعاوني باش مرتو هي دير لي الشهيوات ماشي بنيتي انا نديرهم لك. وعلاش اختي غندير لك انا شي واش ماني خدامه عندك راه من خدامات في الموقف هبطت عز لي المخيره فيهم تجي تشقى عليك. انا ما خايدني خالد مراتو ماشي خدامه عندكم وزاد ما فيها باس راه شقاشي عليها مرتو ولدك. انا حتى انا بنيتي راني امو حتى انا ما جابليش خدامه عندك بنيتي فاطمه الزهراء الله يهديك. حنا زعما راه بغينا نكونوا عائله وحده انا بحال امي تكون انت بحال بنتي. لا يحيك والله الزبل عليك تولي بحال امي ما بزاف عليك ما توصلهاش كلشي كتجبدي ليا في امي عين باين ياك بنيتي وليت انا احسن من ميمتك وبزاف عليك امي امي شريفه الحمد لله بحالك انت شبه ليها واخر مره ديك العقروشه جبدي امي على فمك ولا غنشفر بك هاد السطوان سمعتي والله ولا كتقوم كتسطل والله يخلصك بنيتي. ويلي انا ما جبتش مرت الاول انا جبت عدا وعد ديال الدار ويلي اش غندير فيها انا واش غنبقى بحال هكا دير فيا ويلي اش نهضر مع ولدي نقولها لي شتت لي عشو تبقى بحال هكا دير فيا تمجط فيا انا بحال اللي خدامه عدا خدامه عدا وتحصرني على هذا الحساب. يا ربي اش غادي ندير يا ربي يا ربي انا ما جبتش مرت الولد انا جبت عدوزه هي ولات عدوزتي. ويلي ياك خالد وليدي هي اخرتي يا ميمتك ولات تصبط في الصباح وتصبط في العشيه قاع العصا ناكلها. الو ماما الو بنتي لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله انت لاباس عليك؟ والحمد لله وصافي انت اش كتعاودي؟ اخر الحمد لله وتوحشتك انت انا كبدي ديالي توحشتك بزاف بزاف. ومالك ما كدوزي ما حتى شي حاجه؟ والله بنتي مع الوقت مع الوقت ما قلتيش حتى انا اللي درت الراجل. ايوا اش غدير دوزي انت ليا مالك؟ وراجل اش عيطت لك انت كاينه في الدار؟ انا كاينه في الدار. ايوا صافي راه غندوز عندك ياك لاباس صوتك ماشي هو هذاك وتنجيو نهضروا امي
بلا ما يتعاود. ايوا صافي بنتي، كنتي كتشاوري معايا وجي وقت ما بغيتي. صافي حبيبتي كوني هاني، انا نبدل الحوايج شي ونجي لعندك. يلا بنتي انا كنتسناك. سلام. يلا بسلام. ودي مالها الصوت ماشي هو هذا؟ والله سمعنا خبر الخير وصافي. اهلا. الله قولي لي نهار كبير هذا. لا انا بركه صاحبي ديال دابا باش كتعجبيني ديما النقا والريحه تعطعت من الباب. ايوا واش غندير ماما تسطي على النقا وجافيل لي من غير شي كرواو خلينا ليدي والريحه ديال العود كلشي مخلط مع حتى تاش من ريحه. يا زيد بنيتي زيد الله يزيد بسم الله. الله ايوا خويا حاش هاد الغبور. احنا مع الوقت وصافي. واش هاد المجيه اللي جايه هكا حيت دويت معاك في التليفون وما عجبني صوتك كنت حاب ليا مريضه. شنو كاين؟ كاين والو بنتي. ماما انا جيت يدك وانتي اش غتكون بغرير ايدي؟ انا خبز يدك بنيتي. شنو كاين؟ واش غنقول لك يا بنيتي؟ ما كنبغيش نعمر لك راسك ماما. ولا علاش كل عندك في الدنيا؟ بابا راه كاين برا اللي غتشكي عليه، راه انا اللي عندك حداك بنتي. مسخوك داكشي اللي ماكش ضامه فيها خرج فيها العجبه بنيتي. وقولي لخويا ما كحش معنا. اش نقول ليه؟ اش نقول ليه؟ نفرتك ليه العش. ماما خوك راه ولا بحال الدندومه، راه انت دريويشه فوق من القياس. نطردك عينيات انا ونقول لي دارني. تي شنو نقول لك؟ بقيت سكتي تسكتي تسكتي تموتي وتجيبها فراسك هادشي اللي بغات. وا بنيتي هادشي اش بغيت نقول لك؟ شتي ديك العوده مطارح كون طلقتيني عليها كون قديتها. هادشي علاش ما بغيتش نعاود لك؟ خلينا بنيتي هاني. ومال اختي فاش جاتها؟ فاش جات اللي تعصب لي انا امي وتكرفص على خويا وتبروفيتي من هنا في الفلوس وداكشي؟ مال اختي؟ والو ما شتي والو بنيتي يا منال، ما شتي والو. انا وليت عقروشه وبزاف. خليني نوض خليني نطيح الروح. شوفي وعمرني باقي نعاود لك شي حاجه من اليوم. ماما ماما راه انت اللي كطيحي علينا الدزاره. خليني نمشي ليها نتفى فيا ونتفى فيها وتعرف العامل. سكتينا سكتينا بنيتي انا راضيه عليك. شعلتي بيا العافيه. وشي اخر مره نعاود لك. باز اختي البروديه تقلبك باز ليها. واش غندير؟ واش نشتو ليا بقى جابها؟ ماما راه حاقر عليك يا ماما. والله ياخذ فيها الحق، وكلتها على الله. حسبي الله ونعم الوكيل. ها دير كاع بحال ميمتها. ويلي قالت لك امي بزاف عليك تهضري تجبدي امي. اخبارك فقسيني خليني نمشي لداري. هو بالك معايا بنيتي شويه الله يرضي عليك. انت مالك بنيتي؟ هاد الصوطي جالسه تنفخي. انا جايه يلاه قولي شنو كاين دابا؟ مع ديك الحدوزه صبات نتناقرت انا وياها الصباح معيور معيور، ولكن قلت لها وها كتقول انا بحال امك ولات باغا تساوى براسك. بزاف عليا تكون بحالي. مزيان تبارك الله بحالي بحال امك. قهرتني والله حتى قهرتني. ما عرفتش ديك الدرافه الزاد واش كدير بالعينين كتبحلس وهي كتحفر ليا من التحت ما فهمتش، ولكن والله ما ندوزها لا بيا ولا بيها. تتصنت عليا ديك اللي كضرب حسي مسي تغدي بيها قبل ما تشابيك. ما عرفتش اش غندير لها امي نمشي نطيرها من عندي. والله ما عرفت. انت حمقى اش عندك امي انت كتفكر اش غديري ليها؟ نفكر ليا امي وشوف ليا شي حل. امك في الدمه. ها قولي لي شنو بغيتي وانا غنوريك. انت دابا غتفكي منها. غتجبد ليها صداع مع راجلها وطلقها وقولها بسلام. غتقرب ليها عليها؟ ياكون راه غير ويه ها تابعك بالميساجات تاعها. ما قلت لي كاع فين غاده خليهم يتسطاو شويه. ما تقولي والو خليهم يبقاو يقلبوا عليك تعرفي قيمتك انت واش كاينه ولا لا. ولا عرفتي اش غديري الديار ديالها. دابا عندك نمره راجل هياك شيخك عندك ضروري عندي. ايوا صافي غتمشي تعيطي ليه وتصنت ليا مزيان وحلي ودنك. غتمشي تعيطي ليه غتقول لي انا فاعله خير. شوف انت كدمر وكتكرفص وما تخلي ما دير وكتصيفط وتحمل الكادوات وتصيفط لمرتك تمايا ومرتك على لعبه العشره. راه تخرج من هنا ودخل من هنا. نمشي لها صداع مع راجل نقول لها ما كتسوى ما كتصلح. سمعتها سمعتها كيخلوا المصريين زي الزفت. صافي وما عيط لي من ان كونو ونبدل صوتي. فاعله خير. انا حنا فاعله حنا كنديروا الخير. حنا كنجريو في الشر كنجريو في الخير. ويلي امي حنا كنديروا شي حاجه خايبه. ويلي احكي لي وبسطي لي. راه ما كاينش منين ما نضحك ونفرح حتى نطيرها من قدام. صافي سبعين خطا دابا الاخر غادي تسطى. سير يلاه سير داك الميساج سير سير باش ما يقول لك انت غير هنا جيت لحالتي وجيت. ومزيان تبارك الله باغي يلعبوا لي العشره على بنتي وانا ورام ورام الزمن طويل. كاس ديال الشاي ما عرفنا منين نبداو. مروان جيتي؟
جي جبت على المركز ديالها حتى انا ونحط حليوه بما تجي المدام ديالي حنا تشوف ما عرفنا منين نبداو السكر ما عرفت فين حاطه النعناع كيفاش دير هذا الشيء النعناع في الثلاجه انا مع المولف راك عارف يعني واصلا اجي راه كيحطوه الناس في الكوزينه باين ما عرفتي كديري داك الشيء ولا كدير امك اش وصلنا لهذا الشيء امك خلي خليها في الثقه انا كنجبد لك امك دابا بيني وبينك انا ما عرفتش كيفاش كيتعمر اتاي وقلت ندور داك السنط مروان انا مزوقه فيك من دخل دوش حط حويجاتك سير تفرج دير شي حاجه بين ما جيت الكوزينه فوتها حيت انت بينك وبينها غير الخير والاحسان مانع هذا ضرني الجوع ضرك الجوع حل الثلاجه اي حاجه طايبه قدي بها شي حاجه باش طيبه راه ما يمكنش عارفه انا ما كناكلش شي حاجه الا كانت البارح بايته عز عليها شي يكون فريش انا قلت لك اخويا خذ البيت حليوه غتلقى اي حاجه واخا لالا دابا اش غديري كون قلبتي كون لقيتي جبانين ديال الفلون وبرتي بيع على قريبك والله العظيم هي ديال هاد الصاد ايوا الشي عرفتي اش غديري واش كملي اجرك تمشي تجيبيها ليا ابي من نغسل حاجه ياك اخويا اختي دايره نتايا اللي غتوجد ليا وانا زعما خارجه انا روبو راجلي في الدار وانا خارجه تعالي ديري ليا الصالون بما نغسل حاجه انا تابعك سير سير غندوقك سير غندوقك ناقص من هذا اللي صار لنا قلبنا الو السلام عليكم لا بلا ما تعرف شكون اللي معاك لا فاعله خير هادي بغيت غير نوصل لك واحد الميساج حيت انت في دار غفلون بقى معايا بلاش ما تقطعش الو معاك معاك شوف بغيت غير نقول لك الصراحه مرتك اللي في المغرب راه صراحه ما تسوى ما تصلح راه خارجه داخله خطيبات من هذا لهذا ونتايا مسكين خدام وتصفت لها في الفلوس وهي كتخسرهم على اللي صغر منك وانا ما عجبنيش الحال نتايا صراحه الله يعمرها دار ما تستاهلش ديك المره بحال هكاك صافي بسلامه بسلامه يا بسلامه بسلامه كي داير مالك بخير لاباس عليك المشنديله ها ما قدك خويا والفلوس اللي كتضربي تحت منك ودي لامك درتي لبابا حدك تما كيفاش مشى مضيله شتي كامل اللي كتخطي ليه اليوم غنحطو اطابل الا ما لقيتي شي واحد يرجعك للطريق انا اللي غنرجعك للطريق ونعاودك في التراب ولازم حدك الا لا شاد الهضره كتهضر معايا بها خالد والله ما نحط فوق يدي ولا نزيد معاك الهضره ماما خالد نعم السلام عليكم سباك بنيتي اجا كبيد اجا خويا اجا اللي في دار غفلون اللي عنده تشيتيز اللي باغي يكبر بمرته خالد مع اختك راه مصاوي كتقلع عليا هاد الشنديله ما كملتش شنو كاين ماما كون سمعتي الكارثه اللي كانت غدير لك بابا غيطلقك اليوم حيت عيطت لي هادي وقالت لي حقه راك نتيا فعلها وتاركه وكتضربي الفلوس والفساد انا ايه واخا الفردو انا عيطت لي ما غيعرفنيش راه يعرفني عيطو سولي ماما عيطو سولي عيط قسم بالله شوف وهادي راه كاع نوريت عارف امك ضرب فمك وانت فدار غفلون على قبل هادي كتسكت لا سكتت لك امك انا راه ما نسكتش ما تعيش امي في العذاب واش هادشي بصح دويا ماما صافي بنيتي وامي واش هادشي بصح راه كيكتبوا عليك ما كاين والو من هادشي كاع سكتي انت يا لا ولا غنضربك بهذا الورد وليدي ها انا شفت خايفه شنو كاين انا شفت خايفه امي عاودي ليا شنو كاين شنقول لك وليدي ما كاين ما يتقال اللي كاين دابا اللي وصلت لهاد هاد الماصل هادي بغيتي تعيطي ليا على الراجل وتخسري صورتي وتخسري سمعتي حشومه وعيب عليك واش دارت ليك هادي ما خلات فيا وليدي على اللي شاطت تخرج من تمك ولا غتاكل العصا ما خلات فيا يا العقروشه يا الفاعله يا التاركه انت جيبك خدامه هنايا تشقي عليا وتوجدي ليا الفطور وتو... خليد هادو راه تاع خليل ما تسكتيش نوضلك اوليدي ها العار واش غاتيا ها العار تبعوا عليا بجوج كلهم تاركين باش يعطوني بحالي انا امي مكرفسه عليا محنا عليا باش تجي انت نهار الاخر خويا صافي لي ولدي الحبس اخياني طلاق ما عندك ما ديرها طلقها ونوض بعد شي حتى شي شنو باغي نوصل اسمعي مزيان شوف عرفتي شنو اللي فيا
غنحركك واقفه مشكل ما تنقولهم غتجمعي حوايجك ومنك 10 ومنك 100 امي امي سيري لداركم صافي صافي سيري لداركم هادشي اللي بغيتي ما غتصيفطي لي ولدي الحبس سمحي لي يا ولدي الله يرضي عليك صافي 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 وليدي صافي